بأهم وآخر الأنباء تقدمه لكم شوف تيفي، أهلا بكم. علم لدى السلطات المحلية بالفقيه بن صالح أن حريقا اندلع فجر اليوم الأحد بشاحنة لنقل قنينات الغاز بدوار ولاد عبد الله التابع للجماعة القروية الخلفية دون أن يخلف سقوط ضحايا أو أضرار بالمنشآت العامة. وأوضح المصدر ذاته أن أسباب الحادث تعود إلى انفجار في إحدى العجلات الأمامية للشاحنة والذي أدى إلى نشوب حريق بها والتي كانت محملة ب 450 قنينة غاز من حجم 12 كيلوغراما، مشيرا إلى أن الوضع كان قابلا للتطور لولا يقظة سائقي الشاحنة. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت أمس السبت قرب مدينة القنيطرة. وأفادت السلطات المحلية أن الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارة خفيفة بعلامة التشوير على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين آخرين ينتمون جميعهم إلى عائلة واحدة. وحسب المصدر ذاته فقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل اليوم الأحد أن البنتاغون مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد سوريا إذا ما اختار الرئيس باراك أوباما تنفيذ أي منها. وقال هاغل في تصريح للصحافة خلال زيارة لماليزيا: طلب الرئيس أوباما من وزارة الدفاع إعداد خيارات لجميع الحالات الطارئة، وقد فعلنا هذا ونحن مستعدون لتنفيذ أي خيار إذا ما قرر الرئيس ذلك، يقول وزير الدفاع. نختم بالخبر الرياضي والبطولة الاحترافية لكرة القدم، حيث تعادل فريق الجمعية السلوية الوافد الجديد على قسم الأضواء مع ضيفه حسنية أكادير بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما زوال أمس السبت بملعب أبو بكر عمار بسلا، برسم منافسات الدورة الأولى من النسخة الثالثة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم لموسم 2013-2014. وسجل هدفي الفريق السلاوي كل من محمد الطوس في الدقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء ويوسف القناوي في الدقيقة 62، فيما وقع هدفي الفريق السوسي كل من هشام بن عزة في الدقيقة 85 والإيفواري باتريك كواكو في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع. وتجرى اليوم الأحد مباريات الرجاء البيضاوي أولمبيك أسفي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ابتداء من الساعة 7 مساء، أما ملعب ميمون العرسي بالحسيمة وابتداء من الساعة 9 مساء فيستقبل مباراة شباب الريف الحسيمي والمغرب الفاسي. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.